واحد بيقول ارجو الاجابة على هذا السؤال. احدث بلبلة في اجتماع الخدمة عندنا هي هذه العبارة، يعني هل هي صحيحة لاهوتيا ام لا؟ بيقول جسد السيد المسيح في القبر كان ميت حي في آن واحد، لم يرى فساد. اللاهوت المتحد بالجسد الميت أعطاه سمات الحياة. ما نقدرش نقول أعطاه سمات الحياة وإلا يبقى ما ماتش. لابد أن نقول إن المسيح مات فعلا، مش إن هو حي بلاهوته. الحياة البشرية بالنسبة له هي ارتباط الروح بالجسد، فموته يعني الروح انفصلت عن الجسد وأصبح الجسد ميت فعلا، ولكن هو الروح لها الحياة وأمكن أن روحه تنزل إلى أقسام الأرض السفلى وتاخد الميت الراقدين على رجاء وتفتح باب الفردوس وتدخل دول ودول الى اخره. فهو حي بروحه وبلاهوته، لكن لازم نقول ان الجسد مات يعني مات. يا ريت الناس اللي يجيبوا تعاليم غريبه بلاش ينشروها.